زينكو نروح لارض الملعب وزميلتنا العزيزه مريم سميع عشان تلاقي لنا اجواء ما قبل اللقاء. اتفضلي يا مريم. برحب بيك طبعا يا كابتن هيثم، وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن ندى ايمن وكابتن عبد اللطيف عثمان. برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل الصاله المغطاه الرياضيه بمدينه السادس من اكتوبر. طبعا هنقل لكم كل الاجواء الخاصه بالمباراه الفاصله او المباراه الاخيره في سلسله بيست اوف 3 في سلسله دوري او نهائي دوري سيدات الطايره. الحقيقه يعني خلينا نتكلم الاول عن اجواء ما قبل المباراه او يمكن فكره الوصول كمان للصالة المغطاة. هنا الحقيقة تأمين شرطي كبير جدا، تأمين أمني كبير جدا، قائمة أو عدة قوائم معدودة من قبل القائمين يعني سواء على اتحاد الكرة الطائرة أو كمان أو القائمين على الصالة هنا بمدينة السادس من أكتوبر. الحقيقة أن ما فيش حد مسموح له أبدا أن هو يدخل غير القوائم اللي تم إعدادها يعني النهاردة صباح اليوم لدخول كل المعنيين أو دخول يعني كل المسؤولين عن نقل هذه المباراة، وطبعا أكيد الأجهزة الفنية واللاعبين وكمان يعني الأجهزة الإدارية. خلينا نتكلم أن يمكن الفريق وصل منذ حوالي الساعة العاشرة، طبعا ده كمان لأن المباراة هتبدأ في تمام الساعة 11:30. عمليات الإحماء بدأت في تمام الساعة 11 يعني يمكن بالدقيقة بالظبط بدأت الساعة 11. وخلينا نتكلم عن فكرة يعني أن هي كمان مباراة فاصلة، يعني يا كابتن هيثم بنتكلم هنا أن لا تقبل القسمة على اثنين، كل فريق داخل يعني المباراة بهذه العقلية أو بهذا يعني المجهود، فكرة أنه لا تقبل القسمة على اثنين. النهاردة لازم يا إما الأهلي يكسب يا إما الزمالك يكسب، وإن شاء الله أكيد بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي. يمكن ما فيش حد فيهم داخل معنوياته مرتفعة عن التاني، لأن أكيد زي ما احنا شفنا جيم 1 الزمالك كان ليه الأفضلية، جيم 2 احنا قدرنا إن احنا نحسمه، فعشان كده المعنويات يمكن متفرقة أو متساوية ما بين الفريقين سواء نادي الأهلي أو نادي الزمالك. الحقيقة في حالة كبيرة جدا من الترقب، كل كابتن الحقيقة إن هو أعد بشكل قوي جدا لمباراة النهاردة. خلينا نتكلم عن استعدادات النادي الأهلي تحديدا، يمكن طبعا الفريق بقيادة كابتن حمدي الصافي. الحقيقة طبعا زي ما احنا عارفين يا كابتن هيثم في مثل هذه المباريات وتحديدا سلسله البيست اوف 3 ما بيبقاش فيه فرصه ان يكون في اعداد بالتدريب او تدريب يعني متكامل، فكان امبارح الحقيقه كان في ريكفري عقب انتهاء المباراه، خاصة ان هي خلصت في وقت متأخر جدا، فعشان كده كانوا يعني استكفوا بالريكفري او عمليات طبعا الاستشفائية، وده طبعا اللي اتكلمنا فيه مع الجهاز الطبي وكمان مع كابتن حمدي الصافي. ولكن الحقيقة ان تم الاعتماد بشكل كبير جدا على المحاضرات طبعا اللي ألقاها كابتن حمدي لفريق سيدات طايرة الأهلي، كان طبعا في شرح كبير جدا ومفصل لكل الأمور اللي تمت من مشوار حتى مش بس جيم 1 وجيم 2، ولكن كان في شرح ايضا مفصل لكل الغلطات ونقاط القوه والضعف اللي قابلت فريق النادي الاهلي من او منذ بدء حتى الدور الترتيبي وليس فقط جيم 1 وجيم 2. والحقيقه ان هو ركز بشكل اكبر جدا ان هو يتفادى سواء الاخطاء اللي حصلت في جيم 1 او حتى جيم 2 امبارح على الرغم من مكسب النادي الاهلي، ولكن هو شايف ان ممكن يكون المكسب بفرق اشواط اريح من كده او ان احنا نحسم الحقيقه من اول شوطين، وهو ده اللي ركز عليه كابتن حمدي الصافي في المحاضرات الأخيرة قبل المباراة النهاردة. وكانت المباراة النهاردة أو المحاضرة الأخيرة النهاردة قبل المباراة بحوالي ساعتين. عايزين نتكلم كمان يعني يمكن عن فكرة القائمة الأخيرة أو فكرة الإصابات. كمان الحقيقة أن صفوف النادي الأهلي الحمد لله مكتملة بدون أي إصابات، الحمد لله كل الإصابات يمكن خلال الفترات الماضية والأسابيع الماضية الفريق اكتمل ولا يوجد أي إصابات موجودة في مباراة النهاردة. ومن أرض الملعب خليني أقول لك يا كابتن هيثم القائمة النهائية لسيدات طايرة الأهلي، طبعا آية الشامي، دعاء غباشي، ديانا رايس، نهلة سامح، شروق فؤاد، زينة العالمي، سارة أمين، ومي غزال، مريم ثروت، آية خالد، ودعاء محمد، وأخيرا المحترفة كارينا أوكاسيو. دي القائمة النهائية اللي هتكون موجودة في مباراة اليوم. الحقيقة إن احنا بنتمنى لهم كل التوفيق. عايز أتكلم كمان إنه لا يوجد جمهور داخل الصالة المغطاة ب 6 أكتوبر.
الحضور، يعني يمكن مقتصر الحضور فقط على عائلات طبعا يعني اللاعبات، وايضا على الجهاز الفني والاداري. الصاله خاليه تماما من اي جمهور، لا يوجد اي جمهور، وده اللي احنا عارفينه النهارده طبعا. وده يعني كمان يمكن اتحاد الكره الطايره اكيد يعني اكد عليه، انه المباراه بتلعب بدون جمهور. بنتمنى كل التوفيق لسيدات طايره الاهلي، ان شاء الله يقدروا ان هم يحسموا المباراه النهارده، ويقدروا ان هم يحسموا بطوله الدوري ايضا ان شاء الله. شفنا اكيد مباراه عصيبه سواء جيم 1 او جيم 2، ان شاء الله اكيد عارفين النهارده ان المباراه صعبه، ولكن دايما سيدات طايره الاهلي قدها. يمكن دي يعني كانت هيثم كل الاجواء من هنا قبل طبعا بدء المباراه باقل يعني من 10 دقائق. بنتمنى كل التوفيق لسيدات طايره الاهلي. بشكرك جدا، الكلمه ليك مره اخرى. مريم سميح بشكرك شكرا جزيلا، وبلغي سلامنا طبعا لكل طاقم قناه النادي الاهلي.